evita. مشاهدي شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. كنتواجدوا حاليا في منطقه سيدي ادريس. كتشوفوا الاجواء اللي كاينه هنايا، يعني دقائق كتوصلنا، دقائق قبل الفطور، دقائق قليله. دابا هو اذن المغرب، الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين يا ربي. كما كتشوفوا الشارع بدا كيخوى دابا تبارك الله، يعني دابا الساعه المغرب كتعرفوا كلشي كيمشي كيطير يمشي يصلي، يمشي يفطر عفوا ويصلي كذلك. الله يتقبل منكم جميعا. كيف دوزتوا هاد النهار هذا؟ اليوم 19 واقيلا ياك، اليوم كنظن 19 تبارك الله في رمضان. كيف دوزتوا هاد النهار هذا؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ كيف عامل الجو عندكم؟ حنا باقي عندنا برد. دابا اليوم نهار الثالث على التوالي اللي كيتعرف زعما مدينه طنجه واحد البرد صراحه، بحال دي تقول ليالي، يعني بحال تقول عاد بداو ليالي، عاد رجعوا. ما تقولش زعما تبارك الله راه حنا في الربيع، مد برد صراحه هنايا. الواحد رجع كيلبس كبابط ديالو، بمر ما صيفنا شي ايامات رجعنا عاوتاني الكبابط صراحه البرد. كما كتشوفوا معنا الشارع خاوي، تخشي بخاوي ماشي خاوي مره، ولكن المهم كما كتشوفوا معنا. كيف دوزتوا النهار؟ وشويه ديال ندردشوا شويه قبل ما يأذن. دانا الشارع كما كتشوفوا ها هو، الى طلعنا من هنا غنمشيو لطريد محمد السادس، الى مشينا من هنا غنمشيو برشيفه. الله يبارك فيك صحة. كيف عامل الجو في الرميلات؟ غالبا غادي يكون فيها واحد يعني الاجواء اللي مزيونه بزاف. اصلا مع دابا يا صراحه الفطور على برا كيعطي واحد الجو اخر، يعني سوا في البحر سوا في الغابه. دابا نتوما في الرميلات، كيف عامل الجو تما؟ صحه والراحه. ثم عندكم 20، حنا عندنا دابا قل من 20 وقيله اليوم، شي 17 ولا 16 كون شفت الصباح صراحه. برد عندنا بروده. وياه داكشي اللي بان لي، كلشي مشى يفطر، حتى المشاهدين مشاو يفطروا والشارع عاوتاني مشى يفطر. ايوا بصحه، بصحه الجميع وتقبل الله من الجميع يا ربي. نجيو مسنان علاش لا، حشومه ماشي بوابوس، حشومه ولكن مسنان كنعرفوها يعني كيف عامله. دابا مسنان تبارك الله رجعت، شنقول لكم مدينه بوحديتها، يعني حي كبير بزاف، الناس كيتوافدوا عليه بزاف تبارك الله كبير، راه كاين فيه شي احياء راه تلف فيهم وكلشي، كتجي شي حي ما كتحسبوش بلي مسنان وكيصدق حتى هو سميتو مسنان تبارك الله، زعما كبرت بزاف. الله يكبر بك، نجيو ان شاء الله علاش لا. الله نتوما ناس الخير، الله يبارك فيك صحة فطوركم تنتوفوا. لا ماشي بوخالف، حنا في الطلعه ديال سيدي ادريس. الله يعطيك الصحه، بصحتكم كاملين بكم تنتوما. وعليكم السلام، مرحبا بك معنا. وهذه ماشي بني مكاده ولكن المهم قرابين شويه واقيلا. مرحبا بنا الجيراري وقرابين، ما بعيدينش بزاف على بعضنا دابا حاليا. اذا مشاهدين شوف تي في، غنتوقفوا معكم هنا بعد ما شفنا الاجواء مع بعضنا ديال مدينه طنجه، يعني احد شوارع مدينه طنجه.
إذن مشاهدين شوف تي في بصحة فطوركم، ونتلقاو إن شاء الله بعد الإفطار بعد المغرب إن شاء الله. مع السلامة.